طيب عندنا اليوم حالة تبييض، هاي اللون لون A4، A4. هلا كمان ساعة ونص نشوف النتيجة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. هاي خلصنا لها التبييض ما شاء الله، كانوا A4 الفرق باللون، هيك الفرق من A4 ل A1. يلا مبروكين، من A4 لتقريبا A1. شوف A1 ل A1، يعني فرقه تقريبا 3 درجات من A4 ل A1. حطي الـ A4 مع بعض، حطي اياهم